تطلع القوات المسلحة لمملكة البحرين بالعديد من المهام والواجبات، فهم من يقفون سدا منيعا لحماية النسيج الوطني والحفاظ على تلاحم الأسرة البحرينية الواحدة. وتطلع قوة دفاع البحرين بمهام وطنية في الدفاع عن أراضي المملكة وحماية منجزاتها وحفظ نهضتها الشاملة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. الصرح الذي يحمي الوطن أرضا وجوا وبحرا هي الفخر والإباء والتضحيات. قواتنا المسلحة التي سطرت أسمى معاني التضحية من أجل رفعة مملكة البحرين، وهي التي يأمن شعب البحرين بوجودها حفاظا وحماية للنسيج الوطني البحريني. ونتوجه بامتناننا العميق لكل العاملين في ميادين الإنتاج والبناء وعلى رأسهم حماة الوطن المخلصين في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الذين نحييهم على تفانيهم ووقوفهم سدا منيعا لحماية نسيجنا الوطني وتلاحم أسرتنا البحرينية الواحدة. قوة دفاع البحرين ومنذ تأسيسها عام 1968 جاءت كمطلب أساسي لتحقيق الأهداف الوطنية السامية، وأخذت على عاتقها مهمة حماية منجزات مملكة البحرين العظيمة وحفظ نهضتها الشاملة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. وتوسعت هذه المنظومة ووصلت إلى ما وصلت إليه الآن من أسلحة ووحدات تجتمع كلها تحت راية العهد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله. إن المهام التي تضلع بها قوة دفاع البحرين مهام وطنية، فهي القوة التي تدافع عن أراضي المملكة ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي ضد أي تهديد خارجي، وتساهم في حماية شرعية الحكم وسيادة الدستور ومساندة قوات الأمن العام والحرس الوطني في المحافظة على الأمن والنظام وسيادة القانون، كما أن لها دور مساهم مع القوات المسلحة لدول مجلس التعاون في الدفاع عن دول المجلس وتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الدفاع المشترك، علاوة على التعاون مع القوات المسلحة الشقيقة في إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك لجامعة الدول العربية، وهو ما تشهد عليه المهام المشتركة وكافة التمارين المشتركة. ويتسع مدى اطلاع قوة دفاع البحرين بالمهام، إذ أن التعاون مع القوات المسلحة الصديقة في إطار الاتفاقيات المبرمة يعد أحد أهداف قوة دفاع البحرين، كما أن الدور الفاعل لمملكة البحرين في المنظومة الدولية ينساب في مهام قوة الدفاع في مساعدة المجتمع الدولي في عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية وصيانة الأمن والسلم الدوليين. وسأبتدي حريتي بالحزم والعزم المتين.